هل تعلمون يا أصدقائي أن داخل كل واحد منا عالم عجيب مليء بالأسرار؟ إنه عالم جسم الإنسان. هذا العالم مليء بالأعضاء والأنظمة التي تعمل بتناغم لتبقيك بصحة جيدة. ومن بين أجزاء هذا الجسم الرائعة تأتي المعدة لتلعب دورا هاما في هضم الطعام وتحويله إلى طاقة. المعدة هي عضو عضلي يقع في الجزء العلوي من البطن، وهي تعمل على تكسير الطعام باستخدام الأحماض والإنزيمات. لكن ماذا يحدث عندما تمرض معدتك؟ عندما تتعرض المعدة لمشاكل، يمكن أن تشعر بألم وعدم راحة. عندما تصبح بطانة المعدة ملتهبة، فإننا نطلق على ذلك اسم التهاب المعدة. هذا الالتهاب يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، مثل العدوى البكتيرية، أو تناول بعض الأدوية، أو حتى التوتر والقلق. تخيلوا أن بطنكم مثل البالون، وعندما تلتهب بطانته، فإن ذلك يسبب لكم ألماً وإزعاجاً. يمكن أن تشعرون بالانتفاخ والغثيان وحتى القيء في بعض الأحيان. يعتبر التهاب المعدة من المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن أن يصيب الصغار والكبار. يمكن أن يكون حاداً أو مزمناً، ويعتمد العلاج على السبب الرئيسي للالتهاب. في هذا الفيديو سنتعرف سوياً على التهاب المعدة وأسبابه وطرق علاجه، بالإضافة إلى نصائح مفيدة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. سنتحدث عن الأطعمة التي يجب تجنبها والأدوية التي يمكن أن تساعد، وأهمية الحفاظ على نمط حياة صحي.